اهلا ومرحبا بكم من جديد. تاخرنا عليكم شوي هاليومين بس كنا بنحاول نحضر لكم مجموعه من العواد ونختبرها لحتى نتاكد من جودتها. اكيد زي ما احنا معودينكم نحن ننتقل الاعواد الجيده يعني. طيب اليوم معنا العود هذا بقياس وحجم صغير، يعني نقول قياسات لانه هذا حجمه مش الستاندرد اللي هو الحجم الاصغر شوي اللي بيجي اللي هو الثلاث ارباع بنسميه احنا، اللي هو الزند. هنا عندنا قياس 19، زند 19 يا جماعه. بالنسبه لطول القصعه 49 سم، يعني طولها المقصود من هنا الى اخر شيء 49 سم. بالنسبه للعمق، العمق اللي هو في الداخل اللي هو بينحسب بهذا الشكل، تمام، هذا عمقه 16 سنتي. شو ظل عندنا كمان؟ عرض الطاسة 35 سنتي، العرض اللي هو من هنا إلى هنا، هذا العرض 35 سنتي. مواصفات العود طبعا خشب الوجه من السيدر، الظهر من الزان والمهوغني، والمفاتيح من الجوز، وعندنا كمان إذا هذه هي كل مواصفات الأوتار السلطان. تمام، خلينا نسمع صوت هذا العود الجميل. هذا القياس يا جماعة بيحبوه اللي بيحبوا القياس الصغير، النساء بيرغبوا طبعا هذا القياس، الأطفال كذلك مناسب لهم. هذا القياس للناس اللي بتحب العواد الصغيرة، يعني بتكون مريحة أكثر بالعادة حقيقة من العواد العادية. الأصوات بين الجواب والقرار، خلينا نعزف في القرارات أكثر شوي. Thank you.
اليوم رح نجي على الاختبار الاخير اللي بنجي اكيد على كل اعوادنا هو العزف على الفينجر بورد كاملا حتى وجه العود. نبدا من الاعلى في الوتر الخامس قريبا. تحياتي.